السلام عليكم. اليوم نروح نشوف في إطار العملية تاع توزيع السكنات الجديدة هادية في لسنة 2023، إذن بجميع السياد اليوم نعرفوكم بالبرنامج نتاع السكنات نتاع ولاية مستغانم، اللي يعني في حوالي 1000 مسكن تم يعني الانتهاء من الأشغال فيها وفيها على يعني في عملية التوزيع جارية على الدفعات. إذا نخليكم تتابعون البرنامج تاع السكنة تاع ولاية مستغانم، والسلام عليكم.